أهلا بكم. منذ أن صمم الغزو الأمريكي العملية السياسية كنظام سياسي جديد لحكم العراق بعد العام 2003 مستندة إلى دستور محشو ومكتظ بالألغام السياسية الخطيرة وتعامله مع الشعب العراقي باعتباره مجتمع مكونات طائفية وقومية وليس شعبا واحدا بهوية وطنية كلية جامعة، وهذه العملية أي العملية السياسية تواصل التردي والضعف والهشاشة، وتحولت أمراضها السياسية إلى أمراض مزمنة ميؤوس من شفائها بشهادة أبرز أقطابها ورموزها، ومع هبوب أي عاصفة سياسية أو حدث ينبري شركاؤها شركاء العملية السياسية للخوف والتحذير من أن العملية السياسية يتهددها الخطر الكبير وقد تنزلق إلى الفوضى والانهيار، ولذا يجب الحفاظ عليها بحسب هؤلاء الشركاء مهما كان الثمن من الأرواح والدماء والدمار والخراب في العراق، حيث قال المالكي عندما كان رئيسا للحكومة أن خوفه من انهيار العملية السياسية يمنعه من كشف أسماء القتلة والمجرمين في العراق. ذعر أقطاب العملية السياسية المزمن والخوف الدائم من انهيارها أو إسقاطها هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: ما سبب ذعر وهلع المزمن؟ ما سبب الذعر والهلع المزمن لشركاء العملية السياسية والخوف من انهيارها أو إسقاطها؟ وما هي أبرز مهددات العملية السياسية وقواها الحزبية الفاسدة في الوقت الحاضر وفي المستقبل؟ وهل فعلا أن صراعات شركاء العملية السياسية المزمنة باتت هي المهددات الذاتية لإفناء أو فناء العملية السياسية إضافة إلى المهددات الداخلية الشعبية؟ وإلى متى ستبقى العملية السياسية تعتاش على دماء العراقيين وخراب بلدهم؟ وهل تستحق هذه العملية الطائفية الفاسدة كل هذه الأثمان الباهظة من الأرواح وتخريب العراق وتحطيم كل مقوماته؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، حامد الصراف، بهاء خليل. جلسة، جلستان، ثلاث، والبرلمان يفشل في تسمية رئيس الجمهورية في العراق ليكشف هذا الفشل جليا عن أزمة مزمنة في جسد العملية السياسية، وخصوصا في مرحلتها الأخيرة التي بدأت بانتخابات تشرين الأول عام 2021. 6 أشهر منذ الانتخابات والكتل والأحزاب تتباحث في سوق المساومة السياسية، توصيات خارجية ورعاية إيرانية وشد وجذب بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري للوصول إلى تسوية، وبالنهاية تركوها كالمعلقة. أين المشكلة تكمن إذن طالما الجميع على قلب فاسد واحد؟ يجيب مراقبون إن ترهل العملية السياسية بسبب التخبط مدة عقدين من الزمن والتغيرات الإقليمية وتصاعد الحراك الشعبي، هذه أسباب وضعت الشركاء في موقف محرج جعلهم يتخبطون في التعامل مع الأزمة السياسية، وخصوصا في ظل التدهور الاقتصادي. عرابوا العملية السياسية ومهندسوها الأوائل يدركون حجم الأزمة التي باتت تهدد المنظومة الحاكمة بالمجمل، لذلك يحاولون إطالة أمد المفاوضات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وضمان عدم الوصول إلى صدام مباشر يطيح بالمسار السياسي المشترك. الشاهد على ذلك تصريح المالكي حول ضرورة وجود الثلث المعطل الضامن لبقاء العملية السياسية. تصريحه هذا يأتي ليؤكد ما صرح به قبل سنوات عندما قال إن حرصه على بقاء العملية السياسية جعله يتكتم على أسماء قتلة وفاسدين. أنا أريد أكشف هذه الحقائق، لكن العملية السياسية ما أتحمل، وأتمنى أن يكون بعد فترة تتاح لي فرصة. القادم لن يأتي بانفراجة سياسية على المدى المنظور كما تدل مؤشرات الواقع، لذلك فإن أقصى ما يسعى إليه رعاة المنظومة الحاكمة هو الحفاظ على وجودها الإسمي الذي يضمن بقاءهم ولو على حساب خراب العراق. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في هذا الهلع والذعر والخوف الدائم من أقطاب العملية السياسية على العملية السياسية من انهيارها
أو انزلاقها إلى الفوضى على الرغم من أن عمرها يقترب من العقدين من الزمن. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسيكون معنا أيضا الأكاديمي والباحث السياسي عبر سكايب من بغداد الدكتور حامد الصراف، ومعنا أيضا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب الصحفي بهاء خليل. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. ونبدأ مع دكتور رافع الفلاح، أهلا وسهلا دكتور. العملية السياسية منذ عام 2003 وأقطابها في خوف على العملية السياسية كالطفل الصغير الذي يحبو ويخشى عليه، على الرغم من أن هذه العملية السياسية توفر لها ما لم يتوفر إلى أي نظام سياسي في العالم، كل العالم حشد خلفها إقليميا ودوليا، لكن هناك خوف دائم من أخف ريح سياسية يخشى عليها، هم يخشون عليها أقطاب العملية السياسية. هذا ما هو هذا السبب؟ الذعر والضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. الحقيقة قضية العملية السياسية إذا ما أخذناها بالمنظور الذي سألت عنه الآن سنجدها جانبين. الجانب الأول اللي صمم الأمريكان، صمم الغزات للعراق وتوافقت معه إيران وأرادته، أنه في هذه العملية السياسية ضعف للعراق وإنهاك للعراق وتدمير للعراق. كلما استمرت هذه العملية، كلما استمر مشروع الاحتلال ماضي في على سكته، وقطار المشروع ماضي على سكته، والعراق ذاهب إلى الدمار، وهو الهدف الأساسي الذي جاءت من أجله أمريكا وعبرة الأطلسي، وجاءت بجنودها وعتيدها وعتادها وضربت العراق ودمرته من أجل تحطيم العراق وإنهائه. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الذي في هذه الصورة هم أقطاب العملية السياسية، من عملوا في العملية السياسية منذ مجلس الحكم اللي أسس بريمر وما بعدها العملية السياسية وبهذا الدستور الكسيح. هؤلاء وجدوا في هذه العملية السياسية حياتهم، هذه صممت لكي ينهبوا، لكي يفسدوا، لكي يخربوا، لكي يشيعوا كل شيء يحقق لهم المكاسب الشخصية ويحقق لأحزابهم وقواهم هذه التي جاءت من خارج العراق أغلبها ليحقق لهم مكاسبها. فبالتالي هم يعرفون من البداية إذا ما ذهبت هذه العملية السياسية هم ومن يرعاهم الأمريكان وإيران، أمريكا وإيران يعرفون إذا ما ذهبت وسقطت هذه العملية السياسية سينتهي المشروع وستنتهي مكاسب هؤلاء. هؤلاء يعرفون أن مكاسبهم ستنتهي، وهؤلاء يعرفون أن مشروعهم سينتهي، لذلك الطرفين يحافظون عليها، يحافظون عليها بشكل قوي، الأمريكيون والإيرانيون. نعم، يحافظون عليها. لذلك كل دول العالم الآن تعترف مثل ما حضرتك تعترف وتهلل وتطبل وتسند العملية السياسية، لأن الهراوة الأمريكية هذا النموذج اللي صمم الأمريكان، فلذلك الرعاية لها رعاية كاملة ورعاية دائمة ومستمرة. ولا أنت تسأل نفسك لماذا تهرول الدول العربية كلها للاعتراف بالعملية السياسية، وغالبية القوة في العملية السياسية تهدد هذه الدول العربية وخاصة الخليجية، منها تهددها في تهديد وجود، تهددها بل قصفت مناطق حدودية لها، وتتبنى الخطاب الإيراني الذي يهددها. فأنت تستغرب لماذا هؤلاء إذا كان لديهم هاجس أن يعيدوا العراق إلى عروبته ويعيدوا ليس بهذه الطريقة. وكان من الممكن أن نقول ونسأل أسئلة، طيب إذا هذه القوى مخلصة لوحدة العراق ولقواها العروبية لماذا لم تدعم المقاومة؟ لماذا لم تقف ضد المقاومة؟ إذا كانت هي ضد المشروع الأمريكي لماذا لم تقف مع المقاومة؟ فهذه أسئلة كثيرة الحقيقة. ودول العالم أنت ترى كثير من الدول ليس لها مصالح مع العراق، لكنها مستميتة في الدفاع عن العملية السياسية وترعى وتحترم رموزها، وتسأل لماذا؟ خوفا من الأمريكان وأرضاء للأمريكان ليس أكثر. هذا واقع الحال اللي موجود. وفي المقابل هذه القوى والأحزاب والشخصيات والشخوص الذين يعملون العملية السياسية لديهم مكاسبهم من البداية، صممت على أساس الصراعات الداخلية التي تدفع كل طرف وتوسع لكل طرف مساحة أكبر بالكسب والمكاسب. هذه كلها أموال غير متاحة لهم. هؤلاء جاءوا الآن، عندما تنظر إذا كل قوى مو غالبيته، كل قوى العملية السياسية بالمطلق إذا ما نظرت إليها كيف بدأوا عام 2003 وكيف هم الآن، بماذا بدأوا وماذا يملكون الآن، ستجد بونا شاسعا غريبا. لا يمكن ما يملكونه الآن
أساطيل وأموال وحسابات في البنوك نعم. وأراضي ومصانع وكل شيء يملكونه، من أين هذا؟ هذا وفرته له العملية السياسية، إضافة إلى وفرت، وهذا ما وفر يعني الدعم الخارجي لهم. الإيراني يدعم هؤلاء القوى لأنهم باستمرارهم بوجودهم العملية السياسية يبقى العراق ضعيفا، وتبقى إيران متغولة، وتبقى أمريكا ترى العراق مدمرا ضعيفا لا يستطيع أن ينهض على قدميه بقوة ويعيد نفسه كحجر زاوية في الأمة في 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 المنطقة. نعم. له قوة وقدرة على فرض سياساته أو جعل سياساته في نظر الاعتبار. هذا واقع الحال. دكتور حامد مرحبا بك معنا. وسهلا دكتور. ما دامت العملية السياسية كما يقول دكتور رافع أنه حياة قواها الشركاء السياسيون حياتهم في هذه العملية السياسية، أعطتهم الجاه، أعطتهم السلطة، وكانت أيضا المسلك لثرائهم الفاحش عبر الاعتداء على المال العام والفساد المالي المستمر منذ عام 2003. لماذا بقيت هذه العملية هشة ضعيفة كسيحة لا تقوى أن تقوم على قدميها؟ لماذا لم يقووها؟ لماذا لم يمنحوها المنعة لتبقى مصدر سلطتهم ومغانمهم ومكاسبهم وثرائهم؟ في البداية شكرا جزيلا أستاذ ماجد على الاستضافة، تحية لك ولضيفيك الكريمين ولجمهوركم المشاهدين الأعزاء. الحقيقة العملية هذه السياسية البائسة التي خطط لها منذ مؤتمر لندن أو ما سبقها الحقيقة بتدمير العراق عبر الحروب التي خاضها مجبرا، يعني 8 سنوات مع إيران ثم غزو الكويت ثم الحصار الظالم على العراق اللي دمر الحقيقة البنى التحتية بشكل واضح، وأيضا أدى بشكل أو بآخر إلى تشويه النسيج الاجتماعي العراقي. بعد كان العراق بلد مترابط يعني منذ الأزل، ولغاية المؤامرات التي حيكت بشكل دقيق وعملية ممنهجة كانت الحقيقة، لا يمكن التغاضي عن كل التفاصيل التي مر بها العراق، وهو هذا المسلسل الحقيقة. يعني ما نقدر الآن نستنتج كل أوضاع الحالية دون أن نعود إلى هذا المسلسل الجهنمي اللي يمر به العراق الحقيقة منذ عشرات السنين. نعم. لذلك أنا أقول الأمريكان والإيرانيين وإسرائيل أيضا لا ننسى، لأنه المستفيد في الدول الإقليمية والقوى العظمى ليست فقط إيران وأمريكا، وهناك أيضا عملية ممنهجة الآن في قضية إخضاع العراق إلى التطبيع. هذه قضية جوهرية يجب أن نتوقف عندها. الشعب العراقي شعب أبي، حافظ على تماسكه وحافظ على أيضا قضايا المصيرية، قضايا الوطنية والقومية. لذلك كسر شوكة العراق الحقيقة للأسف الشديد تمت بأولا تفكيك الجيش العراقي، وهذا واضح كان منذ البداية، ثم تهديم كل دكتور البنى حامد التحتية. اسمح لي أشكرك على هذا، أشكرك على هذا، على هذه التوطئة وهذا الإيجاز لما تعرض له العراق. نتحدث الآن حتى السؤال لأن الوقت ضيق، لماذا هؤلاء ما دامت هذه العملية السياسية فيهم حياتهم السياسية يعتاشون عليها، صنعت لهم مجدا، مجدا بين قوسين من وجهة نظرهم، لماذا لم يقووها؟ لماذا لم يحافظوا عليها وبقيت ضعيفة عرضة ثورة تشرين أو غير ثورة تشرين كادت أن تقتلعها؟ لماذا لم تقوى بعد 20 عام برغم كل الدعم الذي توفر لهم؟ هذا اللي أريد أوصل إلى وياك أستاذ ماجد، هي أنه المخطط يعني يفضي إلى إجبار العراق على البقاء دولة مفككة، دولة ضعيفة، دولة فقط تصدر النفط. لا يمكن أن يستعيد العراق أمجاده وقوته ومواقفه وصلابته وتماسك شعبه والصف الوطني اللي الحقيقة بقى متماسك لغاية دخول الغزو الأمريكي ولعب إيران على وتر الطائفية. هذه القضايا الحقيقة واضحة الآن بشكل جدا جلي، أنه يراد للعراق أن لا تقوم له قائمة من جديد، لا يمكن أن يستعيد وضعه، أن يضعف
طبعا حتى قضية ثورة تشرين تدخلهم، لأنه واضح جدا أمريكا لم يسوغ لها، لم يروق لها أن تنجح ثورة تشرين ويستعيد الشباب وتستعيد الصف الوطني قراره وسلطته واستقلاله الوطني المستقل. لذلك أنا أقول إيران وأمريكا وكل الدول تقريبا حتى منها العربية الخليجية وغيرها يروق لها فقط أن تجد العراق هكذا مفكك ضعيف لا تقوم له قائمة. هذا الحقيقة. لذلك حتى ثورة تشرين أفشلوها في إسقاط النظام، أسقطوا حكومة، لعبوا على وتر الطائفية من جديد، ومن ثم ترتيب الأوضاع وترتيب أوراقهم يعني مجيء بحكومة الكاظمي من رحم الطبقة السياسية الفاسدة لامتصاص النقمة اللي موجودة. ولكن هاي التوطئة الحقيقة لابد أن تكون هناك ما بعدها مرحلة قادمة الحقيقة، لا يمكن السكوت عنها، لأن هناك الآن جياع في الشعب العراقي، نسبة الفقر الآن تزداد، خط الفقر أكثر من 40%. لذلك أنا أقول كل المحاولات البائسة التي مرينا بها إحنا من إجهاض ثورة الشعب العراقي أنا أعتقد سوف تبوء بالفشل. اللي يريدوهم يريدوه إذا كانوا إيران وإذا إسرائيل وإذا أمريكا وإذا دول الخليج لا يمكن أن ينفصل تماما عن ما أشكرك دكتور. يصر علي الشعب العراقي في إجراء تغيير لاحق إن شاء الله. شكرا دكتور. بهاء خلي مرحبا بك. أهلا وسهلا. برأيك هذا الضعف والهشاشة والهزال الذي تتسم به العملية السياسية، وهي بالمناسبة تسير من ضعف إلى ضعف، وبقيت ضعيفة وهشة ويخشى عليها من التدمير أو الاقتلاع، برأيك بفعل التحديات الخارجية، الخارجية أقصد خارج العملية السياسية، مقاومة، تظاهرات، إرهاب، أبقتها أو سددت لها ضربات أضعفتها أو زادتها ضعفا على ضعف، أم الطبقة السياسية المشتركة في هذه العملية السياسية، شركاء العملية السياسية هم يعني أطراف أو أشخاص أو شركاء يتصفون بالحمق أو الجهل السياسي، ليس لديهم تجربة سياسية، حتى 20 سنة لم توفر لهم نضجا سياسيا، أم أنهم انشغلوا لاهثين وراء النهب للمال العام، انشغلوا لاهثين وراء ثاراتهم التاريخية الطائفية، لذلك لم يلتفتوا لم يتفرغوا لتحويل العملية السياسية إلى نظام سياسي قوي على الأقل يحميهم ويوفر لهم ما وفر لهم أو يستمر بتوفير لهم يعني المال، الجاه، السلطة وما إلى ذلك. تحية لحضرتك أستاذ ماجد وضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. في الحقيقة الأمرين ينطبقان على العملية السياسية. العملية السياسية الآن، خليني أستأذن منك أستاذ بهاء، أستأذن منك وأسأل عن هذا الصوت المرافق لحديثك، شنو هذا مشكلة أخوان؟ أعتقد عندي الصوت. يا ريت تعالجه، لأن هذا الحقيقة ده يشوش على 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 كلام الضيف. تفضل. تمام. إيه؟ العملية السياسية وما يسفر عن هذه العملية السياسية هي بالتحديد هي السبب الحقيقي لنقمة الشعب العراقي على هذه العملية السياسية. هؤلاء أستاذ بها خلينا نأجل، خليني أأجل الاستماع لك إلى أن يصلح أو يعالج هذا الصوت المرافق لحديثك، ونحيل نفس السؤال إلى دكتور رافع. أستأذن من عندك دكتور، هذه العملية بفعل تحديات جابهتها مقاومة وطنية أضعفتها ضربتها، أم هناك حمق جهل سياسي غباء سياسي والطبقة السياسية يعني شغلت أو انشغلت أو شغلت أنفسها بالثارات بالقتل بالطائفية بالنهب العام بتحطيم مقدرات العراق؟ يعني قبل أن أجيبك عندي ملاحظتين حقيقة سريعة بشكل سريع. إيه؟ ورد في حديث ضيفك الكريم أنه يعني الحصار والحروب قد دمرت البنى التحتية للبلد. الحقيقة هذه مو حقيقة، ضغطت على البنى التحتية في العراق نعم خلال سنوات قبل 2003، هذا ليس دفاعا عن نظام جمهوري، دفاعا عن ملك إله، ضغطت على البنى التحتية نعم، أتعبتها نعم، لكنها لم تدمرها. البنى التحتية دمرت بعد عام 2003 بدليل أنه خلال الحصار أهل العراق بنوا كثير، بنوا جسور وبنوا مدارس وبنوا جامعات
وبنوا طرق وعمروا وعادوا الكهرباء وعادوا الغاء، كثير من الأمور بإمكاناتهم الذاتية إذا بناهم التحتية ساعدتهم وقدروا أن يديموها بالقدر اللي مسموح لهم بها والقدر اللي إمكانات المتوفرة لديهم. لكن بعد عام 2003 هذا جزء من 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 مشروع لتدمير البنى التحتية. هذه واحد النقطة المهمة اللي حضرتك تسأل عنها. الحقيقة أن العملية السياسية بذور ضعفها موجودة في داخلها، عندما يعني ما قوة كل نظام سياسي في العالم، قوته من احتواء الشعب، من نسبة معينة كبيرة من الشعب تدعم هذا النظام. قد تختلف أنت مع هذا النظام، تختلف فيه في الجانب السياسي الفلاني وتتفق معه في الجانب السياسي الفلاني، قد تختلف معه في استبداده لكنك تتفق معه في بنائه وفي إعماره، قد تتفق معه في التنمية وتختلف معه في قضايا أخرى، قد تختلف وتتفق، لكن في المحصلة هناك جماهير معينة، كمية واسعة من الناس تدعم هذا النظام فيصنع بذلك قوته. فيما يخص العملية السياسية باختصار دكتور لنضيفنا جاهز منذ عام 2003 لحد الآن لا يوجد شعب يدعم هذه العملية السياسية، الشعب غير مقتنع بها، والدليل أنه وصلنا إلى آخر انتخابات أكثر من بل هو في موقف المناهضة لها نعم. أكثر من 85 إلى 90% من الشعب العراقي لم يذهب إلى الانتخابات، لا يريد العملية السياسية. ومن خرجوا الشباب هؤلاء في ثورة تشرين كانوا ينادون بإسقاط العملية السياسية ويطالبون بوطن، وقتلوا في الشوارع وسحلوا ودماءهم سالت. هذا يؤكد أن الشعب غير راضي عن هذا النظام السياسي. إذا ضعف هذا النظام السياسي لعدم انتماء إلى الشعب، لا يمثل الشعب ولا يمثل أي قيمة عند الشعب. أستاذ بهاء نفس السؤال أو السؤال نفسه اللي أنا سألتك به، تفضل. لا ما أقصد تسمعني؟ إيه الآن أسمعك تفضل. نعم في الحقيقة الأمرين اللي حضرتك ذكرتهم، التهديدات اللي هي الشعبية خلينا نسميها والنقمة الشعبية على العملية السياسية لها سبب، والعملية السياسية نفسها شركاء العملية السياسية هم من أوصلوا الشعب إلى هذه المرحلة من النقمة لانشغالهم بالمكاسب اللي كانوا يلهثون خلفها من 2003 ولحد الآن. العملية السياسية الآن وصلت تقريبا إلى طريق مسدود، وهذا كان متوقع منذ إنشاء العملية السياسية لكثرة الألغام اللي موجودة في الدستور العراقي. انشغال هؤلاء ووضع مكاسبهم الشخصية كهدف أساسي على حساب الوطن أوصل البلد إلى ما أوصله من حالة من الانهيار في كل شيء، صحة، طب، التعليم، الخدمات، في كل شيء تعرف أنت الخدمات انتهت في العراق. هذا الأمر هو نتاج هذه العملية السياسية، وبالتالي ولد النقمة الشعبية وخرج الشعب العراقي كثير. مثل ما قال ضيفك الأستاذ رافع، الشعب العراقي رافض هذه العملية السياسية. العملية السياسية الآن خمس انتخابات مرت عليها. أعتقد أن الرفض الشعبي للعملية السياسية كان هو العامل الرئيس في أن تبقى هذه العملية ضعيفة. أنت تعلم أستاذ بهاء أنه في السنين الأولى حظيت العملية السياسية بتأييد أو بقبول من قطاع شعبي جيد يعني في البداية، لذلك لكنها سارت كانت ضعيفة وواصلت الضعف. في البداية كان الدافع اللي استخدمته الأحزاب دافع طائف، هذا اللي تمكنت من عنده من التغلغل داخل طائفة معينة وحثها على المشاركة في العملية في الانتخابات وتأييد العملية السياسية، ونجحت بعض الشيء في ذلك. ولماذا هذا القطاع نفض ايده او رفع الدعم عن هذه العملية لاحقا؟ لانه الان الشعب العراقي اصبح لديه قناعة في كل مكوناته من كل طوائف، صارت له قناعة بانه هذه العملية السياسية هي لا تفرق بين المكونات، لا تفرق بين الطوائف، هي جاية لمكاسب شخصية، مكاسب اقليمية ودولية بعيدة عن مكاسب العراق ومصلحة العراق. بالتالي صار أكو نوع من الرفض، صار أكو نوع من الـ يعني رد الفعل وعدم الإيمان، صار أكو فقدان ثقة في العملية السياسية. المواطن العراقي فقد تماما الثقة بالعملية السياسية رغم وعود السياسيين ورغم وعود الأمم المتحدة اللي راعت الانتخابات الأخيرة، لكن مع ذلك
الشعب العراقي قال كلمته وقاطع بنسبة تفوق 80%. بالتالي هذا يطرف الدلالة واضحة بأنه هذه العملية السياسية فقدت كل شيء في العراق، يعني حتى فقدت قاعدتها الجماهيرية. بعض الأحزاب كانت تعتمد على بعض قواعدها الجماهيرية، لكن حتى هذه الأحزاب الآن فقدت قاعدتها الجماهيرية. حاولوا أن بعض الأحزاب حاولت أن تصنع مجد على حساب الجيش العراقي، على حساب المكونات، لكن فشلت في هذا الشيء. أشكرك، أعتذر ما عندك لأن الحقيقة الفاصل داهمنا. نتوقف عند هذا الفاصل القصير بعد الاستئذان من الضيوف الكرام في الحلقة والمشاهدين الكرام، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في هذا الهلع والذعر الدائم لشركاء العملية السياسية وخوفهم على العملية السياسية من الانهيار أو انزلاقها إلى الفوضى. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، دكتور حامد الصراف، وأستاذ بهاء خليل. دكتور حامد الصراف، الآن مهددات العملية السياسية الآن المهددات والمهددات القوى الحزبية والميليشياوية المشتركة فيها، أبرز المهددات الآن التي تتهددها في الحاضر وربما أيضا في المستقبل؟ الحقيقة أستاذ ماجد، المهددات ليست فقط محلية. أنا أقول الكلام هذا والمشهد الآن أمامنا واضح، طبعا بالإضافة إلى رفض الشعب القاطع لهذه العملية السياسية، يعني منذ اتضاح صورة التكوين الطبقة الطفيلية الفاسدة التي جاء بها من الخارج، ومن ثم يعني ترسيخ أقدامها على مؤسسات إن شئنا نسميها مؤسسات دولة، ومن ثم الثروات وتوزيع غير عادل للثروات، وطبعا أيضا طيب التدخلات الأجنبية. ما دمت أنت ترى تقسم المهددات داخلية وخارجية، حتى نسير بشكل منهجي، نبدأ بالخارجية وعلى الداخلية أو العكس؟ إذا تحب الخارجية، فهو الخارجية معناها أنه هناك صراع أقليمي دولي، هذا أصبح الآن مستحكم، ليس فقط مثل ما قلت بالمقدمة الحقيقة أو في مداخلتي الأولى، ليس فقط بين أمريكا وإيران ويعني المنافسة على يعني النفوذ المطلق اللي تريده إيران أو ابتلاع العراق بشكل واضح، ونفوذ أمريكا والغرب وحلف الناتو على العراق، وإسرائيل من جهة أخرى، ودول أخرى حتى دول الخليج مثل ما قلنا. لذلك أنا أقول هذه المؤثرات أو المهددات الخارجية الإقليمية والدولية الحقيقة الآن تصاعدت، خصوصا بعد أزمات موجودة الآن. إحنا لا ننسى أكو هناك ملف يعني فيينا للنووي والبالستي، الصواريخ البالستية الإيرانية والتمدد الإيراني، أيضا بالمقابل إسرائيل وأطماعها في المنطقة، أيضا في العراق ورغبتها في التطبيع. دكتور مثل ما اليوم أنا أقاطعك هواية، أنت تتحملني. نعم. أنت تعتقد أنه الاختلاف الإيراني الأمريكي إذا ما اختلفوا، إذا ما تصارعوا، تعتقد أنه هذا سينسف العملية السياسية بالكامل، أم أنه سيؤثر على أطراف في العملية السياسية محسوبة على إيران؟
لا هو طبعا هو بالتأكيد هناك تقديم وتأخير، هناك توزيع أدوار جديد أستاذ ماجد. نعم. لا يمكن أن نصل إلى قناعة فيما بيننا إحنا كشعب عراقي. نعم. أن هناك خلاف جذري كبير بين ما تريد إيران وما تريد أمريكا، لأنه أصلا النظام نظام الخميني صنع في الغرب، صنع. نعم. في باريس، يعني هذه قبل أكثر من 40 سنة، وده يؤدي دوره بشكل واضح الآن، يعني تحييد الصراع العربي الإسرائيلي واضح الآن، إيران مهيمنة ومتمددة بإرادة غربية، بإرادة أمريكية لابتزاز المنطقة وسرقة ثرواتها، هاي النقطة. النقطة الثانية المهددات في داخل العملية نفسها استاذ ماجد، خليني اجل هاي النقطه. نعم. راح نتحدث عن المهددات الذاتيه للعمليه السياسيه، خلينا نتحدث عن مهددات داخليه من خارج العمليه السياسيه. ابرز المهددات، هو ابرز المهددات الان الحقيقه مثل ما قلت انا الصراع، يعني حده الصراع الان لا داخلي داخلي الداخلي الداخلي هو أنه الشعب العراقي. نعم. وعى. أنا. نعم. قلت أنه طبعا ثورة تشرين لن تنتهي على الأطلاق، هناك جمر تحت الرماد، هناك غليان بالشارع الآن، لذلك أيضا الفوارق الطبقية اللي قلتها أنه طبقة استحكمت، يعني الآن هيمنت بشكل مطلق على الثروات، ولذلك عدم توزيع عادل للثروات وفوارق طبقية كبيرة، زائد العامل الوطني، يعني هناك عاملان مهمان في العملية. تعتقد دكتور أنت كمراقب أن الحراك الشعبي ثورة تشرين ما زالت عاملة تهديد هو الأخطر للعملية السياسية على الرغم من 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 خبوتي أو خفوت جذوتها؟ بالتأكيد. لا، الشعوب هي قضية، شوف هذه قضية لا يمكن التغاضي عنها، إرادة الشعوب هي المنتصرة في النهاية، مهما تكالبت قوى الشر إقليمية ودولية على العراق أو على أي بلد آخر، على أي شعب حي يريد التغيير، يريد الحرية، يريد الاستقلال، لا يمكن أنه فعلا أن تنتصر هذه القوى الخارجية، القوى الداخلية. ولذلك تعويننا إحنا منذ البداية على قدرات الشعب العراقي الآن، صحيح هناك يعني المشهد كأنه ساكن، كأنه هادئ، لكنه أنا قلت الجمر تحت الرماد وهناك. نعم. غليان شعبي، لذلك أيضا أكو عامل، هناك عاملان أستاذ ماجد. نعم. العامل الأول عامل وطني مهم جدا الآن، الشعور الوطني متصاعد عند العراقيين. طب. العامل الطبقي أيضا، ناهيك عن العامل القومي الآن، أيضا عملية الصراع اللي موجودة. واضح. في قضايا كثيرة، يعني الفرس وهيمنتهم، إسرائيل وهيمنتها، والأمريكان وما يريدوه، هذه طبعا يصعد العوامل الثلاثة، العامل الوطني والعامل الطبقي والعامل القومي. أشكرك. واضح واضح دكتور، شكرا. أشكرك. تحريك الوضع الداخلي. شكرا دكتور رافع. هناك من يتحدث أنه هذا الصراع المستمر بين شركاء العملية السياسية كان في السابق ربما يعني صراع يعني ليس نوعيا، من النوع المختلف، صراع بين القوى السنية وكردية وشيعية، الآن الصراع تعدد إلى صراع نوعي بين ما يسمى البيت الشيعي، بين قوى طائفية يفترض أنها من لون ومن نوع واحد. الحقيقة هو هذا أبرز مهدد سيفني العملية السياسية، والآن هي في مهب الريح الآن، هذا الحقيقة المهدد الداخلي الأبرز الذي هناك طبعا من الناشطين والمتظاهرين ما يتحدث أنه هذا يجب أن يعزز ليسهل عملية إزالة العملية السياسية بجهود قوى، يعني قوى وطنية شعبية. فعلا هذا يمكن المراهنة عليه، الصراع أنه هو من سيفني العملية السياسية حقيقة. وكان الصراع سابقا حول الشخوص. نعم. من نسمي لهذا المنصب ومن نسمي لهذا المنصب، وكان الصراع بهذا الشكل، من يستحق هذا ومن يستحق هذا وكيف يقسمونه. الآن الصراع وصل إلى آلية ترشيح هؤلاء الشخوص، صراع بالآلية الحقيقة، وصراع أجزاء ضد أجزاء. وهنا أعود مرة أخرى وأقول لك واقع الحال بالنظرة الفلسفية لأي نظام سياسي في العالم، يعني لماذا هذه العملية السياسية مثل ما تصفها أنت أو تطالب الإجابة عليه، لماذا هي ضعيفة؟ نعم. لماذا استمرت بهذا الضعف؟ لماذا لم يقويها أصحابها؟ نعم. وأقول لك دائما ربما يعني
أقولها دائما أنه هناك خلل بنيوي في العملية السياسية أساسا في الفكر الفلسفي لبناء هذه العملية السياسية. لأن أنت تنظر إلى في الفكر الفلسفي لبناء أي نظام سياسي ماذا ينتج؟ تسأل سؤال يعني ماذا يصنع هذا النظام؟ في أوروبا لماذا نتحدث عن الأنظمة في أوروبا؟ نتحدث عنها باحترام لأنها حققت نسب جيدة في حقوق الإنسان، في السياسات، في التوحيد، في البناء، في التنمية، في الرفاهية، في تقديم الخدمات، نسب معينة قد تختلف من بلد إلى بلد. وبالتالي أنت تجمع الكل تجد أن النظام متوجه يعني بشكل أو بآخر لإنتاج لصناعة شيء مفيد للبشر. المتآمرون لم يتركوهم يقدموا شيء، سأقول لك إذا نعم. كان هناك متآمرون المؤامرة الدولية طبعا في العملية السياسية بنيت على أساس الهويات الفرعية، الهويات الصغيرة التي لا تصنع هوية جامعة، لا تصنع وحدة جامعة. أنت قوتك بالوحدة الجامعة بالراية الواحدة، هي تقتل الراية الواحدة الراية الجامعة، تذهب إلى الرايات الفرعية. لذلك مكونات الضعف بادية جدا جدا بالقوى التي تعمل داخل هذه العملية السياسية، لأنه العملية السياسية بنيت على أساس المحاصصة. الآن دكتور في هذه الفترة الطائفية والقومية، الآن التركيز على الهويات الطائفية، الخطاء الحقيقي الآن في أوجه بعد فترة سوق أنه أصحاب العملية السياسية أنه خطابه وطني. الآن صراحة حديث عن المكون الشيعي، المكتسبات، حديث فج بالمرة الآن. نعم، حتى هذا الحديث عندما يعني تحلل هذا الحديث من يتحدث به؟ نعم، يعني هم يتهمون فيما بينهم، وكل القوى هذه التي تتهم بعضها هي كلها التي ساهمت من عام 2003 لحد الآن في هذا الخراب، في حماية العملية السياسية، في الدفاع عن العملية، في الاستفادة من العملية السياسية. الآن ذهبوا إلى ما يسمى بالبعد عن بعضهم والتناحر والمساب والشتم والتنافس وربما التصادم، البعض يرشح أنه سيتصادمون، قد يصل إلى السلاح، وأن الضابط الإيراني يجب أن يتدخل. هذه كلها جزء من محاولة إحياء العملية السياسية، المحافظة عليها. العملية السياسية تلفظ أنفاسها لأنها لم تصنع شيئا، لم تنتج شيئا، الشعب ضدها، خندق كامل كله ضدها، وهي لم تنتج شيئا ولا تستطيع أن تنتج شيئا، ولم تصمم لإنتاج شيء. الشيء الذي تنتجه هو ضعف العراق وتدمير العراق وفراغ العراق، هذا الشيء الذي تنتجه الحقيقة. لذلك هذا الصراع. فأنت وقلت قبل قليل، قلت كانوا يتنافسون فيما بينهم ويختلفون على الشخصيات، على تسمية الشخصيات. الآن يختلفون على الآليات، كيف نسمي هذا وكيف نسميه، ومن يحق له، من هي الكتلة الأكبر، وهذا حديث الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر، هذا اللي اخترعونا إياه. والآن وجدونا شيء جديد، الثلث المعطل والثلث الضامن، هذه كلها تعابير، كلها جزء من هذا صراعهم الداخلي بداخل العملية السياسية الذي ينتج مكونات صغيرة لا تستطيع أن تعبر عن هوية قوية يتمسك بها المواطن ويتمسك بها الوطن، وتعطي للوطن شيئا، تصنع للوطن شيئا. لا تستطيع أن تصنع للوطن شيئا، لذلك هي ضعيفة لأنها لا تستطيع أن تصنع شيئا، محمية بالإرادة الميليشياوية وإرادة السلاح والإرادة الخارجية الأمريكية والإيرانية، لكنها ضعيفة. كم من الأنظمة الاستبدادية قوية تعتقد أنها، لكن في ثورة شعبية تطيح بها في أي لحظة، تطيح بها لأنها يعني ما مسوقة شعبيا، لا يحميها الشعب. هذه الفكرة في أساس ضعف هذه العملية السياسية. أستاذ بهاء، برأيك هذه العملية السياسية التي اعتاشت لمدة 20 عام على دماء العراقيين، على التخريب، على تفتيت المجتمع ونهب مقدرات العراق جميعا، إلى متى ستبقى تعتاش على الدماء وتبقى على هشاشتها وضعفها وهزالها وهزالها؟ هذه العملية السياسية هي بالتالي هي في الأساس وجدت لتكريس الوجود الإيراني في العراق والهيمنة الإيرانية على العراق، وبالتالي هذه العملية ستبقى بهذه الطريقة إلى أبعد حد تستطيع به إيران السيطرة بها على العراق، لأنه السيطرة على العراق بالنسبة لإيران هو من أولى الأولويات، لأنه فتح لها الباب أمام التغلغل داخل المنطقة العربية في سيطرتها على العراق. بإمكانها تصرف ما تصرف من أموال العراق، تقتل ما تقتل من شعب العراق، المهم أن تبقى السيطرة الإيرانية على العراق
إلى ما شاءت إيران. هنا الأطراف السياسية الآن اللي موجودة واللي تكلم عنها الدكتور رافع في موضوع السلسل الضامن والسلسل المعطل، هذه هي وجدت لإبقاء هذه السيطرة الإيرانية على القرار العراقي وعلى العراق بصورة عامة، وبالتالي هم لا يهمهم إذا طالت العملية السياسية بهذا الوضع أو لم تطل، لأنه أساساً هم مكتسبهم الحقيقي هو مثل ما قلت لك بقاء الهيمنة الإيرانية على العراق. أما باقي المكتسبات المادية من المناصب من أموال من فساد كذا، هذه هي مناصب يعني مكاسب تعتبر شخصية لأطراف العملية السياسية، هل تعتقد ليس الهدف الرئيسي لها؟ هل تعتقد أن إبقاء العملية السياسية ضعيفة وهشة أيضا مصلحة لشركائهم، وإذا استعرنا أيضا التوصيف لتسويق العملية السياسية بثوب المظلومية، مظلومية العملية السياسية، ويبقى عملية الاستجداء الإقليمي والدولي وعملية إبقاء النهب في الداخل لمقدرات العراق؟ نعم أكيد، هذا الوضع الآن هشاشة العملية السياسية بالعراق من أين جاء؟ نعم. هي أساسا جاءت من أساسها الباطل، ما بني على باطل فهو باطل. الآن لو عدت إلى العملية السياسية من البداية، من بداية تشكيلها، من تشكيل مجلس الحكومة وكتابة الدستور والانتخابات 2005، كل هذه تحس أنه هذه العملية السياسية وضعت من أجل مكون معين حتى يبقى مسيطر عليها مكون معين، وبالتالي أي عملية سياسية تقوم على أساس خدمة مكون معين. تقصد مكونا سياسيا حتى لا يفهم لبس الموضوع؟ أكيد. لا أكيد مكون سياسي، يعني هم أرادوا أنه هذه أحزاب معينة أرادوها أنه تبقى بالسلطة. يعني نور المالكي بال 2005 و 2006 لما قال إحنا بعد ما ننطيها، هو كان يعلم جيدا معنى هذه الكلمة. الآن كل اختلاف وإشكالية اتجهوا إلى المحكمة الاتحادية لتفسيرها. التفاسير المبهمة للدستور العراقي والنقاط المبهمة للدستور العراقي تحفظ لهؤلاء الأحزاب، لهذه الأحزاب مكانتهم بالسيطرة على هرم السلطة في العراق. ما حصل الآن هو انقسام هذه الكتلة السياسية إلى جزئين، صار بها تيار صدري وصار بها إطار. الآن اختلفت التوجهات الكتلتين واختلفوا على المكاسب، بالتالي فشلوا في تشكيل حكومة. بعض المراقبين أوضحوا أنه هذا الخلاف ممكن أن يستمر إلى شهر تموز. يعني هل سيبقى الشعب العراقي بدون ميزانية، بدون خدمات، بدون رئيس وبدون رئيس وزراء، يعني بدون حكومة إلى شهر 7؟ أكيد هذا سيفجر الداخل العراقي ضد هذه الأحزاب السياسية، وهذا ما يخيفهم حقيقة. هم ثورة تشرين كسرت الحاجز النفسي للشعب العراقي، وبالتالي يعلمون جيدا بأنه أي خطأ من عندهم أو تماطل في تشكيل الحكومة الحالية معناها أنه سيكون هنالك رد فعل شعبي غاضب جدا. أشكرك. دكتور حامد، المقاطعة الشعبية للانتخابات الأخيرة التي طبعا بلغت 90% وثورة تشرين الكبيرة، كم من الحجم أو المدى أضعفت العملية السياسية وكانت نقطة مفصلية في عملية إضعاف العملية السياسية، وكما يقال سددت يعني هذان المعطيان سددا ضربة موجعة للعملية السياسية ربما تعادل كل الضربات التي تعرضت لها من 2003 إلى 2019؟ الحقيقة هي هذه اللي يعتبر نذير شؤم بالنسبة للطغمة الفاسدة. نعم. وسبقها أيضا في انتخابات آيار 2018، لا ننسى أيضا كان هناك فبركة بنتائج الانتخابات وب يعني التخريجة اللي ظهرت باتفاق هادي العامري ومقتدى الصدر على تشكيل حكومة ويعني ترشيح عادل عبد المهدي لحين، ثم تفجرت الثورة بعد مرور بحدود سنة، يعني في 2019 مثل ما نعرف في أكتوبر. المسلسل هذا الحقيقة أيضا مستمر. يعني أستاذ ماجد، العمل أنا قلت قبل قليل أيضا قلت أنه إرادة الشعوب هي المنتصرة، لذلك صدقني العمل يسير بخطى حثيثة باتجاه اسقاطهم، وهذه هي المخاوف، هذا هو يعني الهول اللي ينتظروه الان هذه الطغمه الفاسده، من انه الشعب العراقي سوف يطيح بهم
مثل ما هم أيضا يتوقعون، يعني واحد من عندهم من قادة حزب الدعوة توفى، يعني قال أنه سوف نسحل في الشوارع. نعم. السياسيون سوف يتعرضون إلى السحل، لذلك هم أيضا متوقعين الكثير، يعني نهاية سوداء، يعني نهاية الحقيقة مدوية ستكون. لذلك الشعب العراقي ما نتوقع أنه يسكت على 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 الضيم. نعم. على الظلم أبدا. العمل هذا بيتراكم كمي يسموه بالقوانين، قوانين الطبيعة، يؤدي إلى تغيير نوعي. هذا التغيير النوعي نتيجة تركيز تكسير يعني كل حواجز اللي موجودة اللي ثبتتها ثورة تشرين، لما قدموا 800 شهيد وأكثر من 25 ألف جريح ومعاق. لذلك هذه نتائج مهمة، هذه أثمان كبيرة كانت الحقيقة. صحيح الشعب العراقي يعني قدم وما زال يقدم الكثير أيضا، لكنه هو هذا حجم المأساة اللي مرينا بها للأسف الشديد. خلال 20 سنة الثمن يكون باهظ بحجم التضحيات اللي أيضا التضحيات الكبيرة، بحجم المأساة اللي جابتها أمريكا وإيران ومن لف لفهم على العراق. لذلك أنا أقول للتاريخ أنه الشعب العراقي سيصنع المستقبل الحاضر. نعم. والمستقبل بنفسه. واضح. هذا هو اللي متوقعيه إحنا. العمل ساري بخطى مثل ما قال ثابتة، الشعب العراقي سوف يطيح بهم أن عاجلاً أم آجلاً. دكتور رافع، يعني في الختام، هذه العملية السياسية تستحق كل هذه الأثمان من الدماء والخراب اللي خلال 20 سنة التي تحملها العراق وشعبه؟ عملية سياسية طائفية وفاسدة وضعيفة وهشة يخشى عليها من هبوب أي ريح لاقتلاعها. هذه عملية سياسية أخذت أثمان ملايين من القتلى والدماء والتخريب، وحتى مستقبل الحقيقة غامض في العراق. تستحق كل هذا الثمن؟ لا، الشعب مقتنع الآن قناعة تامة أنها لا تستحق هذا، والشعب يعتقد أنه تأخر كثيرا. تمثل من العملية السياسية؟ لا تمثل إلا هذه الأحزاب والقوى المستفيدة منها الحقيقة. وحتى هذا الصراع الآن اللي موجود، مجموعة تريد أن تشكل حكومة ما يسمى بأغلبية وطنية، ومجموعة تنسيقية وثلث ضامن وثلث ما أعرف شنو. هؤلاء كل هذه القوى التي داخل العملية السياسية هي مقتنعة بالعملية السياسية، مقتنعة بوجود العملية السياسية، استمرار العملية السياسية. وإحنا الأساس الشعب هو لا يريد هذه العملية السياسية، لأن العملية السياسية مبنية على باطل، مبنية على محاصصات طائفية وقومية، ومبنية على الفساد والخراب والتنافس، والشعب يرفض هذا الإطار. يعني متى تقتنع هذه القوى أن هذا هذه لا الشعب تقتنع. الشعب لا يريد عملية سياسية إذا كانت المقاطعة 90%؟ حتى لو كانت 99.19 هم لا يقتنعون بهذه القضية. هم يعتقدون أنه السلاح اللي بأيديهم والقوى الخارجية التي تدعمهم قادرة أن تحمي عملية السياسية. بس كانوا يتحدثون على أنه هذا النظام مبني على شرعية الصندوق، الشرعية الشعبية، الانتخابات في السنين التي مضت. هذه كذبة كانوا يؤلفونها، ويؤلفون الأرقام والحقيقة تدعمهم أجهزة إعلام خارجية ودولية وسياسات وأجهزة وأنظمة سياسية تدعمهم للترويج لهذه الحقيقة، للترويج لهذه الكذبة. نعم. والكذبة هذه انفضحت، و2018 وما بعدها فضحت أن الكذبة كبيرة جدا. هذا الشعب لا يشارك بهذه الانتخابات، ولا يريد هذه الطغمة، ولا يريد العملية السياسية، لا يريد هذه الوجوه. يعني هو يرفض من يدعون الآن الإصلاح، ويرفض من يدعون غير الإصلاح، ما يرفض من يدعون الوطنية ومن يتشدقون بالوطنية، كلها كذب، لأنه يرفض العملية السياسية. لكن هؤلاء القوى يريدون بكل طريقة إقناع الشعب أو إجبار الشعب على القبول بالعملية السياسية. ودكتور بالدقائق الأخيرة، وقت إضافي ليتبقى الطرفان الأقوياء أو يعني القويان في العملية السياسية الآن متصارعان، كل منهم يسوق على أنه هذا الصراع والمعركة هو من أجل الحفاظ على مكتسبات ومكونات المكون الأكبر. طيب ماذا هذه القوى التي تدعي أنها من أجل المكون الأكبر؟ من أجل المكون الشيعي حتى الآن خرجوا من المنظور السياسي. نعم. ذهبوا إلى المنظور الطائفي. من المنظور طيب الوطني الطائفي. نعم. ماذا قدموا للطائفة؟ ما هذه الطائفة موجودة في أماكن على الأرض، ماذا قدموا لها؟ قدموا لها الفقر، زادت خارطة الفقر، البطالة، الجوع، المرض، وثار ضدهم. وهذه الحاضنة التي كانوا يتباهون بها ثار ضدهم وقتلوهم، خرجوا عليهم بالسلاح وقتلوهم.
فبالتالي لم يقدموا شيئا. هذه الطائفة نفسها اللي يدافعون عنها أشكرك. ويعتبرون لا تريدهم الآن ترفضهم واكتشفت هذه اللعبة ولا تريد أن تستمر بها. هذه القضية كلها. شكرا لضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، كما أشكر ضيفينا وهم كل من الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي كان معنا عبر سكايب من بغداد، وأشكر أيضا الكاتب الصحفي ضيفنا من اسطنبول الأستاذ بهاء خليل، وأشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.